نفذت مجموعة من الحجيج أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية بتونس وقفة احتجاجية بعد أن تم رفض تأشيرة دخولهم إلى البقاع المقدسة، هذا وقد عبر الحجيج عن استيائهم من معاملة المملكة العربية السعودية التي منعت أي تونسي له تأشيرة من بلد خارجي الدخول رغم صلوحية التأشيرة وقانونيتها. جماعة التوانسة خرجوا على تركيا وصلوا لغديقة فما حتى مشكل. الاشكال انه السعوديه بعثت فاكس يوم الاثنين الصباح يوم الاثنين الفارط، اي تونسي عنده تاشيره من بلد خارجي ما يجمش يدخل الا بتاشيره مصدرها تونس فقط، اما تاشيرتنا سليمه 100%، لان هذه عوام كل عام نخرجوا بالطريقه هذه. الباسبور اللي صار الجوازات الجنبيه ندلسه، احنا باسبوراتنا توانسه لكن تاشيره قانونيه خرجت من السفاره السعوديه. وكي دخلونا ما عطوناش كلمه صحيحه، الحكايه هذه اللي قاعدوا يقولوا فيها الكل مش صحيحه، ثم امور سياسيه فقط. لا ما دام جينا مطبوع وطبع هو من السعوديه، ملاك طبع لنا شكونه؟ مش من السعوديه طبع لنا واعطانا الفيزا؟ وبرحنا جينا من وق الشط، انا قصيت من غادي وجيت نسلم على اهلي، ما نعاودش نرجع؟ يخلوني هنا؟ اما هما يمر سياسيه في بعضهم يضربوا في راس براس وكاو. نحبوا نمشيو للحج بيت ربي، واحنا رانا مقهورين ومحمصين من نهار اللي سمعنا، واحنا الليل والنهار ما نرقدوش واحنا قاعدين في حاله في غلب. عدد من الحجيج حمل المسؤوليه لوزاره الشؤون الدينيه التي تماطلت في تنظيم الامور القانونيه، وثله اخرى اتهمت وكالات الاصفار بالتحيل وعدم الاستجابه لطلب الوزاره بعدم التنظيم للحج. وزاره الشؤون الدينيه انا نتبع في الاخبار نتاعها سواء في الراديو في التلفزه في الاعلام الكل، اش تقول؟ احنا نبهنا على وكالات الاسفار باش ما ينظموش اللي يسميه الحج الموازي، باه هما رحلات خاصه تنظمهم وكالات الاسفار، باه انت كوزاره الشؤون الدينيه نظمت على وكالات الاسفار، انا كمواطن كيف نمشي وكاله اسفار متعود نسافر معها مختلف بلدان العالم نلقى معلقه بيت الكعبه وتنظيم الحج والناس معروفين ومعناها شركه منظمه وشركه معروفه وتنظم الحج وندفع لها الفلوس وتعطيني توصيل وامور مريقله، باهي وبعدين تقول يقوم السي المسؤول المدير في وزاره الشؤون الدينيه يقول احنا نبهنا على التوانسه باش ما يمشيوش في الامور هذيه في الحج الموازي ومع ليزاجونس، فما كونشي تونس وزاره الشؤون الدينيه وشركه الخدمات اللي هي اسمها منتزه جمال. بالنسبه للمسؤوليه الاولى تعود لوكالات الاسفار. وكالات الاسفار هي المسؤوله على العمل، كيفاش جابت التاشيره، كيفاش خدمه الخدمه هذه الكل، هذه لازمها تحمل مسؤوليتها. وبطبيعه الحال اذا ما فماش حج لازم وكاله الاسفار تقوم بارجاع النقود للمحجاج، لان فلوس حج وناس يعني سهرت الليالي وباعوا، فما شكون باع ارزاقها باش يلموا الشيء هذا، لازم تو وكاله الاسفار تحمل مسؤوليه. التجا الحجيج المحتجون الى جانب قانوني للتوسط بينهم ووزاره الشؤون الخارجيه لايجاد حل قبل غلق السعوديه رحلاتها الجويه. اتصلنا بمسؤول في وزاره الخارجيه الصباح اليوم الصباح، ووعدنا باش يوصل المساله لوزير الخارجيه، ووعدنا باش يعطينا اجابه عن هذا الاشكال في قبل ساعتين. في انتظار ان تتوضح الامور وفي لهفه كبيره يبقى للحجيج امل في زياره بيت الله واداء فرائضهم.